وعدتنا حليمه مريش برفيسه بالفواكه الجافه، نشوفوا واش المساله صحيحه ولا لا. امضره حليمه، كاينه هادشي ولا لا؟ السلام عليكم. اش خبارك؟ لاباس عليك؟ ماشي غير الفواكه الجافه، وفيها حتى القطنيات. الله، اذا هذه شامله كامله مكموله، شامله كامله وزوينه وسخونه، وفيها راس الحانوت وفيها المروزيه. غير كلها ونسى الماكله 3 ايام ولا 4 ايام. يلا حبيبي، فيها السمن الحار، فيها الزيت البلديه، فيه سميتو الزعفر الحار. تبارك الله. المهم، السلام وتحياتي للجميع. مرحبا، ونهار الله يدوز عليكم بالمال والهنا. اللهم امين يا ربي. نبداو بسم الله. يلا، المكونات هاد الرفيسه هذه بالتريد. ماشي بالملوي ولا شي حاجه، بالتريد. تريد تريد عندكم هو نيت الملوي، هو الخبز فوق. لا لا لا، التريد هو بوحديته، هو المورق. هو مورق، هو رقيق فوق. تماما مورق، نفس المقادير نفس ديال الطريقه ديال نيت التريد، هو هي ديال الملوي. اييه. المهم، اول حاجه كناخذوا واحد الدجاجه تكون بلديه، دجاجه بلديه. اييه. كنغسلوها مزيان، تغسل وترقد في شويه الملحه، ترقد في الملحه. وبصله محكوكه، بصله محكوكه، سكنجبير، سكنجبير. وكنخليوها مثلا واحد ساعه ولا ساعتين. ها هي مرقده، تقطر. اييه. اما في المقادير ديال ديال الطياب ديال الطنجره، حيت راه عندي المراحل. ناخذ المرحله الاولى. في الطنجره كناخذوا بصله صغيره، طنجره بصله صغيره، وعود قرفه، عود قرفه. وجوج عظيمات ديال التمر، جوج عظام التمر. صحاح صحاح. عرفتي علاش كنديروا العود ديال التمر؟ ما كديري العود ودي هذا العظومه ديال. اييه اييه. علاش؟ هو كإلا الدجاجة كان إلا الفروج ولا الدجاج بلدي ما كيطيبش في ضيا، هو تيطيبو في ضيا. هذا نصيحة. نعم، جوج عظام ديال التمر صحاح. ياك. أييه. واحد معلقة صغيرة ديال السكنجبير، واحد معلقة صغيرة ياك سكنجبير. ومعلقة ديال المروزية، معلقة صغيرة مروزية صغيرة. والملح، الملح على حسب الذوق، لحقاش الدجاجة فيها شوية راها مرقدة. أييه. ربع معلقه ديال الابزار، ربع معلقه صغيره ابزار. جوج معالق زيت العود، راه صوت شويه نبحب واحد السمحيه. شويه ديال الزعفران الحار. بغيت غير نعاود معك هذه المرحله هذه لانها مهمه. غير بالنسبه لا غير سؤال بالنسبه للمروزيه. يعني كتمشي مع المعسل، اما يعني كاين العشوب، فهادو بوحدهم كيمشيو مع رفيسه، اين هي فيهم؟ غير باش نحددوا. المروزيه ديال الدجاج. ديال الدجاج، ماشي العشوب. العشوب ديال الرفيسه. صافي، الله يرضي. لا لا، العشوب ديال الرفيسه راه راس الحانوت. هادوك بوحدهم حتى هذاك ديال المروزيه. واخا، اذا معلقه صغيره مروزيه، عندنا الملح، ربع معلقه صغيره ابزار. اييه. جوج معالق ديال زيت العود، جوج معالق كبار زيت العود، شويه الزعفران الحر، الزعفران الحر. اييه. وربع كاس ماء، ربع كاس ماء. وكنحطوا ديك الثلاجه، ديك الدجاجه في هاد الثلاجه. ماشي مشكل الثلاجه، ديك الدجاجه هكا كصينه هكا، كنخلوها هكا مجموعه. أيه. وكنرقدوها في هاد الشيء كامل، وكنحطوها في الثلاجه لمده ساعه. هاد الترقيده لمده ساعه. اييه. اما المقادير الاخرى اللي غادي يكونوا هادو بوحديتهم، راح هادو غادي يكونوا في الطنجره، هادو المقادير الاولين. المرحله الثانيه. اييه. المرحله اللي كنرقدوا هاد الشيء حيت يترقد، كناخذوا هذيك الدجاجه وداك الشيء كاع اللي فيها، وكنحطوه في طنجره الضغط. وكنزيدوا عليها جوج بصلات كبار مشنفين، شنف كبار. اييه، بصلات كبار مشنفين. مشنفين التقطيع ديالهم. معلقه سمن، معلقه صغيره سمن بلدي، كاس ديال الزيت البلديه، كاس زيت بلديه، جوج دروس ديال الثوم مدقوقين، جوج دروس ثوم مدقوق، واحد معلقه كبيره ديال سكنجبير، معلقه كبيره سكنجبير، واحد معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ابزار، ملح، ملح، خرقوم واحد معلقه صغيره، خرقوم. اييه. والزعفران الحر. اييه. واحد الربطه ديال الربيع، ربطه ربيع. الماء الكافي باش غادي نرقدو. المهم الماء كيكون باش غطيب في هاد باش تروي. وباش تروي داك التريد. اييه، وباش يروي التريد. ايه.
هاد الشيء كله كنخليوه يطيب مزيان. ايوا مشو نوجدوا العجين الاول كنشحروا الدجاج مع داك المقادير الاولي ضروري مع داك البصله ومع الجبير وعظيمه التمر والمروزيه حتى كتشحر عاد كنزيد عليها هاد المكونات الثانيه واخا اييه كان دابا كنخليوها هي الطجره كطيب ها هي مشات وغادي يكون عندنا واحد المعلقه صغيره ديال راس الحانوت فين غنديروها هادي حتى اللي شي تطيب هاد الدجاجه وهاد المقادير ديالها كامل اذا ملي طيب الدجاجه اييه الدجاج نزيدو راس الحانوت نزيدو ليه راس الحانوت واخا واضحه اييه فين نمشيو عاوتاني دابا العجينه العدس لا العجينه هي هاد الثانيه واخا اذا العدس مالو العدس كناخذو الكميه اللي بغينا حنايا باش نزينو بها الطبق من فوق حيت حنا ما غاديش نطيبوه مع الدجاجه اييه 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 العدس وهذا سميتو الفول والفول ام اييه والحلبه اللي بغى يديرها يديرها اللي ما بغاش ما يديرهاش اولا كميميسه هادشي هادشي ماشي كميميسه انا غادي نطيب كل واحد في غادي نديرهم كل واحد غنديرو في كاسرونه واخا ونفس المقادير واخا اييه غنديرو مع العدس مثلا ولا الفول ولا الحلبه اللي بغى الحلبه يديرها زعما مثلا تنفادها ما كيبغيهاش الدراري واخا ديري بصله محكوكه بصله محكوكه اييه شويه سكينجبير سكينجبير شويه ديال الخرقوم خرقوم شويه ديال الابزار الابزار جوج معالق كبار ديال زيت العود جوج معالق كبار زيت العود والماء والملح وهذا حيت يطيبوا تهزي شويه ديال المرق اييه ملي يطيب لينا هاد العدس والفول ياك حيت يطيب هاد العدس والفول أيه. والحلبه كتهزي شويه ديال المرق وكديري في كل كاسرونه اما العدس والفول والحلبه حيت هو كل واحد فيهم غادي يطيب بوحدو ولا غيطيب بجوج لا كل واحد غادي يطيب بوحدو بهاد المقادير اللي ذكرنا بهاد الكميميته كل مذاق ديال هذا ديال الفول غادي يدخل في العدس ديال العدس الفول والحلبه غادي يعطيهم الريحه كامله اذا ملي نهزو شويه من المرق اللي عندنا ديال الدجاج اييه ونزيدو ونضيفو ونخليو هاد العدس الفول والحلبة حتى يشربو داك المرق الفول والعدس ونخليوه على جنب اييه ها هو اييه المهم حنا عندنا هادشي عندنا البيض ها البيض يكون مسلوق مسلوق واللوز يكون مفسخ اييه ومحمر ومحمر والمشمش يتعسل راه كلها كيعرف الطريقه ديال المشمش واخا يتعسل اييه والبرقوق حتى هو معسل البرقوق حتى هو وواحد الباكيه ديال الرقائق اللوز هما نحمروهم غير نحطوك بوحديتهم بلا زيت في الفرن اييه يتحمر واخا اييه دابا ها المقادير ديال المرق وكل شيء موجود اييه وحتى التزيين عندنا اييه عندنا دابا غادي ندوزو للتريد ها التريد كناخدو جوج كيلو ديال الدقيق من نتا الفرن ها هو وكيلو ديال الدقيق القمح الجيد ها هو كنعجنوهم بالماء وشويه الملحه عادي زعما بحال كتعجن الملوي ها هو اييه هو يعطيوه الجهد مزيان ويخليوه يرتاح واحد شي شويه تبليك اييه اييه حتى يولي كيدير لهم الخيط واخا اييه المهم وكنخليوه يرتاح واحد شي شويه ها هو ارتاح كنوجدو التراده ديالنا اييه التراده كنحطوها فوق الريشو اييه فوق الريشو دابا كتخدمي فوق الريشو الريشو كان فوق الريشو هاد رفيسه غتطلع عليك ب 4000 ريال ديال الضو واقيلا لا ديري فوق البوطه الصغيره يعطيك الرضا ولا الريشو لا لا الباب ماشي الضو البوطه الصغيره واخا البوطه الصغيره اييه ولا لا عنده ذاك الكانون اللي كيدير فيه في الافراح اييه واخا على حسب التراده اللي عنده على حسب الريشو على حسب التراده المهم انه يطلع لينا التريد مورق وصافي هذا هو المهم كناخذ ديك العجينه كنعملوها كلها كويرات هي كويرات وكنغطيوها بواحد الزويف وميته اييه يدينا ضروري يدينا مدهونين بالزيت ضروري حنا كنقطعوهم ناخذوا الكويره الاولى ونطلقوها اييه 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 حيت كنطلقوها كديروها فوق الدرع ديالنا اييه غير شي شويه اللي كنديرو فوق الدرع ديالنا حنا بدا نطلقوها نطلقوها ونمشيو من اليمين للشمال كنحطيها اييه اييه هذه تقنيه اييه ما كيعرفوا ليها غير دوك اللي كيعجنوا دائما وبداو العجينه بكري اييه اييه العجينه بكري وخلاص المهم كتكوني واجده كاع هو من قبل واخا لا زيدي
وكديريها طيب وتترشيها بشويه ديال الزيت. كاين اللي كيدير الزيت البلديه ويخلطها مع شويه العاديه. نعم كاين اللي كيدير العاديه، كاين اللي كيدير البلديه بوحدها. المهم حسب الرغبه. المهم ها هو التبادواج. انت تسلقيه وطيبين هو ما كتخليهش يتحمر. لا لا بحال القوانص طياب. نعم كيبقى غير القياك وكيكون نار فيطر. واخا انا معاك هيه ها هو وجد عندنا التريد. واللي ما عندوش تراده عنده ديك المقله الثقيله ديال وجده. اييه اييه هذيك كتلقيه وطيبيه فيها. ها هو واجد. واللي ما عندوش هذا ديال وجده كيدير شي كوكو تكون عنده قديمه وما فيهاش اليدين. اييه 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 وكتقلبي فمها على هذا البوطه لا ريشو ولا بوطه صغيره ولا. اييه وكتخدمي عليها من الفوق بحال كتخدمي الورقه من الفوق. هذه ماشي ديك التريد اللي كيدير بالورقه وتبدا تضربي. لا هذا غير كتطلقي كتطلقي. نعم واضحه. اييه لاله حليمه داك التريد كتاخذي كل ورقه بوحديتها ولا جوج ولا ثلاثه وكتلوي كديري وحده فوق وحده وفوق وحده وتلويهم على شكل حلزوني وتقطعيهم بالمقص. ها هي طوال. ها هما تقطعوا. اييه تقطعيهم تاخدي هذا الصحن ديال التقديم. اي صحن التقديم. راه دابا المراق راه وجد كل شيء وجد عندنا الحمد لله السرعه كاينه البوطا. اييه صحن التقديم. اييه كنحطو غير شويه ديال داك التريد. هاد التريد هو الاول. اييه نرويوه ندير ليه المراق. اييه روى شويه الفوق. اييه ونديرو عاوتاني شويه هكاك هكاك حتى كنديرو على حساب الصحن. اييه كناخدو ديك الدجاجه. الدجاجه نحطوها كنحطوها. اييه كنحطوها هي في الوسط. اييه كناخدو سميتو داك اللي بقى هذا المراق وكنرويه من الفوق عليها هي حيت راه هو غادي يشرب. اييه تماما. واخا كتسقي وكتشوفي المراق راه باقي باين راه كيشرب. اييه كتحيدي ديك سميتو الربيع ديك ربطة الربيع ما تحطيهاش كيديها الجن. اييه والفول والعدس وكتروي. وكتروي بهذا بديك المرق اللي بقى لك. اييه القياس ديال كديري نعم. الميزان. نعم نعم كتاخذي داك الفول وكديري صفيفها هكايا. اييه والصف ديال البيض. اييه مثلا البيض غير دوك خمسه وكل وحده تقسمها على ربع. تماما. اييه على حسب كل واحد وشنو بغا. ديال البيض دير الصف ديال اللوز. دير عاوتاني هذا سميتو العدس. اييه اللي بغا يدير الحلبه يدير صفيف. اييه وانت غاده. نعم المشماش كدوريه هو والبرقوق على ديك الدجاجه. اييه كتزيني بهم حيت ماشي بزاف المشماش ولا. نعم هذاك 10 الحبات 10 الحبات. نعم هذا هو الطبق النهائي. وكتاخذي داك رقائق اللوز اللي قلنا نحمروهم غير شي شويه وكترشيها من الفوق. كترشي فوق الدجاجه. نعم والمرق كتحطيه الا بقى لك كتحطيه الزليفه. اوه بالصحه والراحه. شكرا لك لاله حليمه من الريش على هذه الرفيسه هذه بالدجاج البلدي وبالفواكه الجافه. بقوا معنا ما تمشوا فين حنا متواصلين معكم مستمرين معكم ودائما معكم.